امس مدربنا ابو معاذ اعطيتنا تمرين تحت الهواء، صراحه لعبت في ظهري امس يعني. هذا اختبار يا ابو معاذ، اعطانا اختبار للركبه، ما قدرت اقوم الا الحين، الى وقتك الحين ظهري يعورني، الحين يبي لي سمكره الحين يا ابو معاذ. هذه لها اسباب ابو عبد العزيز، هذه الاشياء الالام اسفل الظهر لها اسباب. عضلات بطن ما في. ها؟ عضلات بطن اولا ما في. منتهيه. اولا اسلم عليك اليوم. عليك السلام. وانا سعيد بحضوري معكم اليوم الثاني. يا سلام. احنا الاسعدون. الله يعطيكم العافيه. اما بالنسبه لالام الظهر، اغلب الام الظهر تكون من ايش؟ العمود الفقري متوازن مع الظهر ومع البطن. جميل. إذا ضعف الظهر فطبيعي أن العمود الفقري يميل على الظهر. جميل. إذا كانت عضلات البطن قوية، حلو، يرجع العمود الفقري المنتصف. إذا كانت عضلات البطن ضعيفة وواحد ما شاء الله بطنه مليان، مثل حالات راح يضغط أكثر على الظهر. فهذه رسالة مبطنة. يا سلام. ما بقول والافضل تعملون، لا خلاص رساله مبطنه وصلت الرساله. نعم. وكل ما كبر الانسان في السن طبعا، يكون كل ما كبر تعدى 40 تكون خلايا الهدم اكثر من خلايا البناء. عجيب. فلازم كل ما كبر الانسان في السن هو يقاوم ويكابد الحياه. انا عندي مشكله يا ابو معاذ. نعم. يعني في مجرى الحياه سويت عده مرات رجيم، يعني برامج غذائية وكذا، وخفيت معها. لكن أحس أني يمكن ما لعب فيني أنا الآن السمنة هذه اللي وصلت الآن، إلا بسبة أسوي رجيم ثم أقطع بدال ما يعني مثلا أنا واصل مثلا إلى 70، أنا واصل 70 نزلت مثلا 6 كيلو 7 كيلو، حلو، وصلت 63، ثم يصير الارتداد أقوى وصلت بعدها 80، ثم عودت، ثم رجعت مره ثانيه وصلت 90، ثم قلت الحل يا ابو عبد العزيز. انا صراحه يمكن فكره الرجيم الظاهر من اولها هي كانت خطا عندي، يعني لو اني الظاهر ما سويت رجيم كان يعني واصل الى حد معين، لكن اسوي رجيم انحف ثم اجي اتجاوز. هذا السؤال يطرح عليه سؤال ثاني، وهذا كثير في السناب يجيني في الاسئله. انا اعمل دايت وحارق نفسي في الدايت، لكن رغم ذلك وزني ثابت ما ينزل، شو السبب؟ في أسئلة معينة، في بعضهم يحرقون أنفسهم، بل تكون عليهم صورة عكسية، يترك الدايت وأقرب مطعم ويلا وناكل خلاص. اقفلت معاه. صحيح. يستلف اليوم المفتوح. أول حاجة نسأل هل تنام بصورة منتظمة؟ رقم واحد، هل تنام بصورة منتظمة؟ والله ملخبط أنا. صحيح. النوم بالليل يحرق 3 أضعاف، لأن النوم 7 ساعات يحرق 3 أضعاف إنه اللي ينام 5 ساعات. جميل جميل جميل. يفرق هذا، يفرق نوم الليل يحرق، يحرق أكثر، لأن وانت نايم، هذا من الله سبحانه وتعالى، وانت نايم في أمان الله، هذه عشان تتأمل في خلق الله، انت نايم في أمان الله، هرمون السعادة يشتغل وهرمون الشبع يشتغل والحرق كله بجسمك يشتغل وانت نايم. سبحان الله. أكيد. طيب انا انام 4 ساعات 5 ساعات، هنا يقول واحد يقول انا انام 4 ساعات 5 ساعات، طيب وش الحل فيه؟ الحل سلمك الله، اذا انت تنام 4 ساعات عوضها بالقيلوله. القيلوله نام لك ساعه ساعه ونص تعوض هذا النوم. اها. ايه هذا سؤال للنوم. رقم 2، هل تلعب رياضه ولا لا؟ رقم 2. رقم 3، هل تشرب ماء كفايه؟ لان الجسم الجاف ما ينحف، يعني هل تشرب من 2 إلى 3 لتر باليوم أو لا؟ طيب هل عندك مشاكل خمول في الغدة الدرقية ولا لا؟ برضو هذا أمر طبي. جميل. مو تدريب، هذا أمر طبي. هل أنت تتناول أدوية أو فيتامينات تزيد الوزن أو لا؟ هل عندك نسبة السكر في الدم مرتفعة أو لا؟ هذه الأسئلة إذا أنت جاوبت عليها وقتها راح ينزل وزنك. جميل. في ناس كثير يقولون يا ابو عبد العزيز وليهن الربع اسلم، يقولون يا اخي انا مواصل على الدايت بشكل غير طبيعي، واتمرن وانام، يعني كما اقول يجاوب بعد ما تحرينا عنه، يقول بس وقت المباريات ياكل مكسرات دوار الشمس هذا الفصفص.
الفصفص. ايوه قلت شفت هذا اللي انت تاكله هذا، هذه قبائل من الببغاوات تاكله، قبائل الببغاوات تاكله. مباراة ساعتين ايوه، وانطل الوقت شاهي وحب. الحب هذا مليان سعرات حرارية ومليان دهون، هذا الحالة حب الشمس الكليته يكفيك عن وجبات كلها، فطبيعي ما راح ينزل وزنك. في اشياء خفيفة يعني ما يدقق فيها اللي يعمل دايت. بعض يقول انا والله ما اكل، بس يحصل حلويات شيء خفيف نقنقة، بس نقنقة. نقنقة هذه مصيبة، النقنقة هذا ترفع السكر معك. اي هالنقنقة هذه يا سلام عليك. يعني الواحد ينتبه لنفسه، ينتبه لنفسه. انا اقول وصراحه فائده النوم، الله جعل الليل سكن. ليش يعني؟ صح. هذه من الاشياء اللي الله خلقنا عليها، واذا يعني خالفنا الفطره وسهرنا كم من الاشياء الظاهره في جسم الانسان تخرب بسبب تغيير النمط اللي الله سبحانه وتعالى جعله لك في الحياه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول بورك في امتي في بكورها. يا سلام، الرزق في البكور، يصلح مع العالم هنا من النشاط في المدينه هنا. وفي تعودنا السهر، يعني انا هني صراحه غالبا اهل القرى يعني نوم بدري، نوم بكير ويصحى بكير. ها لكن بكير ها الى رحت المنزل في ابو عبد العزيز بعد الفجر بتصل عليك خليك تصحي. يا سلام يا سلام يا سلام، بعد صلاه الفجر يا سلام الين الساعه 8 وانا عليك معك باتصال. يا سلام، المشكله هذه حزه النوم. ما نبيك تنام. الله يسعدك. وهذا السؤال ينطرح، سؤال ثاني اذا تسمحوا لي. لبيت السؤال الثاني برضو يطرح، وهذا يطرح بشكل كبير الا ان شاء الله. الان المشاهدات يسمعون هذا، افضل وقت للمشي بعد الفجر. بعد الفجر على معده فاضيه اذا انت نايم. عكس انت مواصل، ومواصل جسمك اصلا مجهد. اها، يقول دخيل الله عليك خلينا ننام نريح. عجيب، جسمك مجهد، لكن اذا انت نمت نومه طبيعيه يا سلام وصليت الفجر، هذا افضل وقت للمشي. اول شيء نسبه اكسجين عاليه، حلو في الجو. الحاجه الثانيه على معده فاضيه، جميل. فكل ما مشيت اكثر فالجسم يحتاج طاقه، وانت ما اكلت شيء. طيب منين يستمد الجسم هذه الطاقه؟ من الدهون المترسبه في الكبد، فياخذ منها يحرق، فهذا افضل وقت للتنحيف. يا سلام يا سلام. والصبح اليوم الدره الرياضيه اليوم، والصبح اذا تنفس